السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جوهرة الاتحاد العربي لعلم الطيور، معكم الأخ عصام الطال البيضاء. تحية عطرة وأمسية طيبة لجميع الإخوان المتفاعلين، تحية للجدورة والأساتذة، وتحية للإخوان اللي كيشاركوا معنا الطويرات ديالهم جميعا بدون استثناء. وفي هذه المناسبة كنشكر الأخ العزيز الأستاذ سعد الحق على إثارة هذا الموضوع، وكنشكر الإخوان اللي تفاعلوا معنا في هذا الموضوع المطروح. وبغيت نعطي انا واحد التدخل ديالي في هذا الموضوع هذا، وسمحوا لنا لا تعطلنا عليكم ولا شي حاجه لظروف ما كنا خارجين. اش غنقول لكم اخوتي، بالنسبه للحلاوه في طائر الحسون هي عندما كتسمع شي طيره او شي تعديده ولا شي باجباطيه، يعني من كيكون المولوع كيسمع شي خريج كيقول شكون مواليه وشكون اللي كيمتازوا به. هذه هي الثقافه اللي كنضيعها، ثقافه الحسون، ثقافة الحسون. ناخذ على سبيل المثال الثقافة المراكشية، الثقافة المراكشية. من هذا المنبر كنبغي نشكر جميع الشيوخ اللي وضعوا لنا النقط والقواعد المراكشية، واللي ماتوا الله يرحمهم، واللي باقين في الحياة الله يطول لنا في عمرهم. دخلت الإخوان وقريت الأوديوات، وكنلقى الإخوة الكلام في المستويات العالية لجميع الإخوان، وكنحيي بحرارة تبادل النقاش والمعلومات في المستوى العالي. وكان نشكركم جزيل الشكر لأن كان استفدوا معكم، وكان حي الإخوان اللي هضروا على الكلام اللي تكلموا على المسابقات وعلى الوكار وعلى الأذواق. أخوتي الأذواق لا تناقش، كل الذوق ديالو كل الميول ديالو. والمسألة اللي كاينة الإخوان ان من منين كنبغيو نهضروا على شي طير خاوي او طير عامر ولا تخليطه كما كنقولوا باناشي، هناك كاينه واحد الثقافه اخرى، شكون اللي كيقدر ما يديرش التخليطه ولا الكلام من هنا ومن هنا؟ هما هذوك الناس اللي عاشت مع الشيوخ. وكاينين الناس الممنوعين وفي الطويرات ديال تانسيس وباب الدباغ واكدال، هناك تكون واحد الثقافه اخرى. منين كنقولوا الطير كنعطيه الكلام كثير، ماشي مشكل نعطيه الكلام كثير، ولكن عندما كيجيو شي طويرات بزاف المسابقه وفيهم الكلام كثير ولكن ما كيقولوش ما كيكملوش كما كنظن كما كيكملوش الخراجات. وكاين شي طويرات كيجيو للمسابقات ما شاء الله، حيت ملي كتعطيه شي ربعه الخراجات ولا خمسه الخراجات وكيصلحهم وكيقادهم، وكتكون عنده واحد الصوت والدقة في الأداء والتمقنين. ما كان دابا ما كان قوش نهضرو على لوكار هاد الساعة هادي، يكون اللي بغى يقول أي وكر يتطرق ليه ماشي مشكل، ولكن كيصلح الكلام اللي كيقول، حيث في المسابقات كيكونوا الطويرات اللي حافظين الخراجات وكيصلحوهم، أي خرج تبارك الله كيتخلص عليه في النقاط. وشوفوا الاخوان ملي كتلاقى مع شي لاراس ولا شي طير حفاض والدم زوين والدم زوين اللي عطيتيه كيقولوا مصلوحين، يعني الكلام اللي كتعطيه كيقولوا مصلوح في الدقه المتناهيه، اشنا هو زعما كيصلح لينا الكلام؟ هو كل كلمه كيديرها في بلاصتها. مثلا كنقولوا استباره استباره استباره، اش كنتسناو حنا؟ كنتسناو انا يقول استباره استباره سبلي سبلي ولا استبارة استبارة لو 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 لو، ولا غيقول إبان 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 كنتسناه ويقول إبان 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 هزكن لي هرباتي، ولا تباك 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 ول 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 كنتسناه هنا غادي يدق على شي تسبة تسبة ولا تسفة تسفة. ولا كان كيقول ستي ولي ولي كنقولو هو كيقول ستي ولي ولي واي سباتي. هادو إلا كان دم لا راس. فيك يكون لعيب الى كان الكلام الى كان كثير، بحال قال استولولولو كتسناك يقول لك مثلا استولولولو اكتبا 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 ولا استبارة 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 استولولولولو، فهمتيني؟ حيت بزاف ديال الطيور كتسمعهم كيقولوا كيدق على الخرج وكل شيء وكتسناه يكملوا وهو ما كيكملوش. هذا هو اللي كنقولوا عليه، عطيناه الطير عطيناه الكلام الطير وخسره ما جابوش.
دابا هاد كامل كنحاولوا نقربوا باش نحطوا التبتبيسات والخراجات ونزالات نزولات مع خوتهم. منين كنحطوا نزولات باب الطباخ خصنا نحطوا معاهم نزولات جنان الحصيرة بالقاضي، فهمتوني يا الإخوان مامونية؟ كنقولوا نزولات الغابة بحال زفاد زفاد سبات سبات وهدا، هاد نزولات مقاربين وشي كيكمل شي وكيجو زوينين وكيجو حلوين. منين كنقولوا كلام آخر بحال باب الطباخ يعني التعادد ولا الخراج ولا باب الطباخ يعني كان يعني هو التعادد لا في الخراجات ولا تعادد ولا في الخراجات ولا في النزولات توعو كيختلفوا، كاينين نزولات كيجيو مع نزولات وكاينين باتيات وكاينين هرفاتيات. ملي كنهضروا على الاخوان وكنقولوا الثقافه المراكشيه هي ملي كتفهمها كتكون عندك واحد الطلاقه، بحال ملي كتقول تعديلات مثل جنان الحصيره ديال السي احمد الفحم او تعديلات اللباط او لا خرج ديال اللباط ولا كيقول لك باج باطي تاع مواني البر، يعني هناك ثقافة. هذه هي الثقافة اللي كنهضر عليها الإخوان، ماشي كنقولوا أو ماشي كنقولوا لك باج باطي ليطروك أو الحسنية أو السمريسية، كنقول لك خرج وكنقول لك شكون مواليه وشكون اللي امتازوا به. ملي كتولي تعرف هذا الشيء كتولي عندك واحد الحلاوة مع طائر الحسون، واللي كتكون عنده واحد الثقافة تاني ما كيقولش لك عطينا الحسنيات او اليتروكيات او بوعميرات، لا عطيتو موانين البر. باش علاش؟ باش تعرف اش من اتجاه، باش تعرفو ديال من داك الطير، يعني باش تعرف داك الطير يعني ملي كتسمع كيقول لك راه عطيتو مواني البر كتجي اوتوماتيك ممكن تعرف الاتجاه ديالو والكر اللي غادي فيه. الا جا عندك شي واحد كيقول لك السمريسيه تيقول لك البوحيه او بوحيه فوق منها واحد الباتيه، اما اذا جا عندك شي واحد اخر وكيقول لك باج باطي ديال جنال الكبير ولا كيقول لك باج باطي ديال مواني اللولو، فهمتيني؟ واحد تولويله بتسبات سبا ولا كيقول لك ستي وليوليو كيقول ونزيد نكمل لكم الاخوان. انا باش ملي كاين كيقول لك قلتلكم ملي كيقول لك باج باطي 80 لولا وتولويله بتسبات سبا ولا كيقول لك ستي وليوليو ولا يقول لك ثلاثه ديال التعادد، كيقول تعديدات الغابه طاك طاك كريتي باك تبي وبات بغال. ملي كتعرف ملي كتسمع بات بغال اوتوماتيكو كتعرف اش من وكر واش من طير اللي كاين عليه. ولكن الى جا كيقول لك تعديده القوبع او اليطروك او لا بوعميره ما غاديش تعرف انا اين تعديده فيهم، لان القوبع كتقول بيبي وكدو طاك طاك كريتي تكريبيو. كيفاش كتولي تهضر بهاد القواعد مني كتجلس مع الشيوخ او المواليع اللي عندهم واحد الباع في هاد الولاعة هادي؟ الا كنت تصنت تاني للطويرات والاشرطه، هذه هي الثقافه اللي كنهضر عليها الاخوان باش كتعرف الطير كيدخل وكيخرج في الكلام. ومن هاد الاسماء اللي سموها لنا الشيوخ هادو ممكنش ناخدو شي خرج وما نقولوش الشيخ ولا الطائر، بحال قلنا الاخوان استبارة تبارة سبارة سولا سولي، كاين الشيخ سي بن هدار، كاين الطائر ديال بادريس، كاين بوجال الله يرحمه، هادو كلهم كانوا ديال الشيوخ ديال الاولاد اكدال. وكذلك الطويرات ديال باب الطباخ اللي كتلقاه كيقول لك يخرج لك بواحد التعادد قعه جقح جقعي ترتا 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 قعريو تنتكريبيو. كذلك كتمشي لتانسيفت كتلقى الناس ديال الدوديات اسك علي قدحة تعريبي كعيبيو بي 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 وكعيبيو كشكلا 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 باج باطي تعود 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 ولا كانوا 12 لا دابز بلاتي، هادو كاع باج باطيات متنا 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 سفو برويت. هذه كلها هي باج باطيات ديال ولاد التنسيفت. لهذا الكلام اللي كان من هذا المنبر كنشكرهم اللي بقاو حافظين على الاصاله، هادو هما الناس اللي ما كيدخلوش لك شي تعديده ولا شي حاجه ديال شوكر اخر، كيبقاو محافظين اللي على الاصاله لحد الوقت. هنا الاخوان ما بغيت نزيد نطول عليكم، نخلي الاخوان باقي تبارك الله راه معنا الناس الشيوخ الكبار لا السي سفيان ولا السي
منير والاخوان اللي معانا هنا تبارك الله اللي كنستافدوا معاهم مازال يدخلوا يستافدوا معاهم ومازال يعطونا الافكار ونستافدوا معاهم جميع. ومبغيناش نطولوا خوتي، اش غنقول لكم انا، المهم هو يكون عندك طير في الدار كيولعك هذاك الربح. تمشي هاد القهيوات تريح متسنط ليه في الدار، تسنط ليه. انا ماشي كنقول لك تكون عندك واحد الثقافة مراكشية، ولكن يكون عندك طير وتولع ودير التحديات ديالك، دير باش باطي من هنا من هنا، تعديدة من هنا تعديدة من هنا، ودير طوير، ولكن تكون عندك واحد الثقافة. ان شاء الله بنادم خصو يبحث ويقلب ونستافدو جميع ان شاء الله، باش تكون عندك واحد الثقافة، يعني باش تعاود تسمع هاد التعديدة ديالاش، هاد الباجباطية ديالاش، هاد الكراش من وكار، هادي كتكون عندك واحد الحلاوة ديال الحسون اللي كنتمناو كنا الاخوان نتعلموا لها ان شاء الله، ومازال نستافدو معاهم. وحنا بحالنا معانا الاساتذة الكبار اللي مازال كنستافدو معاهم ان شاء الله، وكاين الشيوخ مراكش على سعد، لكن ناخذ على سبيل المثال الاستاذ ديالنا الكبير السي احمد الكوباريه، وكاين الاخوان اللي معانا هنا اللي كنستافدوا معاهم تبارك الله، اللي ما كيبخلوش علينا كل صغيره وكبيره. وتم اش نقول لكم اخوتي، كنشكركم جزيل الشكر، وشكروا وسمحوا لينا لا طولنا عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.